فقرة يوغا عم نبدأ فيها اليوم ورح تكون كل نهار جمعة ساعة 9 معي حلا عقيلي يوغي متعلمة يوغا أكيد وعندها استوديو لليوغا. بونجور حلا. هلو هاو أهلا وسهلا فيك. بدنا هيك نعرف شوي المشاهدين عن حضرتك، كيف بلشتي، ليه فتي على اليوغا، شو كنت دارسة، لأنه عرفت أنه عملتي شفت بالكارير كمان. خلينا نبلش أول شيء باليوغا، شو اللي جذبك أول شيء على اليوغا؟ يمكن الكارير اللي كان عندي. شو كان الكارير أول شيء؟ كنت محامية. كنت أشتغل بالمحاماة، اشتغلت فيها لثمان سنين. كنت I was very hard working، يعني كنت أشتغل كتير ساعات عمل طويلة و job كان كتير stressful، a lot of stress. الحياة هي ان جنرال فيها كتير stress، يعني شو ما كان شغلك ان جنرال. مظبوط. So حسيت حالي عم بتعب. مضغوطة وإني ويك كنت حس إنه عندي كل شيء، بنفس الوقت في نوع من النقص دائم. صرت عم فتش على شيء ملي هالنقص إذا بدك. أوكي. وفت أول ما بلشت كان ظهري يوجعني كتير من ورا الشغل، ساعات العمل الطويلة. فقالوا لي they recommended yoga، إنه عم بلشي يوغا. بلشت هلا صراحة أول فترة ما تحسن وجع ظهري لأنه بياخد وقت كتير. لانه صلنا سنين بنقعد غلط نشتغل غلط، سو كان بياخذ وقت يتحسن وات ايفر بروبلم اللي عندك اياه. سو اول فتره ما كنت عم بعرف ليش عم بعمل، بس شوي صرت احس انه اف انا ام فايندينج ا لوت اوف بيس ان ذس. عم بحس حالي انه كثير ام بيكومينج سوبر ات بيس ات ايز، اند حسيت انه ذس از هيلبينج مي. هيدي من ايمتى؟ بلشت بال 2012. وبعد قد ايه قررتي انه تبلشي تعلمي يوغا؟ بعد سنتين تقريبا، سنتين ثلاثة من ما كنت بلشت. بلشت لأنه حسيت إنه هالشيء اللي ساعدني كثير on a physical level، يعني أوجاع الجسم healthier، صرت أحس إنه عم ضلني أقدر حافظ على وزني. هيدا on a physical level. on a mental level stress عندي راح، صرت أحس إنه هيدا النقص اللي عندي عم بيمتلي بطريقة ما. فحسيت إنه بدي أنقل هالشيء للعالم. حسيت إنه صارت مسج بالنسبة إلي، بدي انقله للعالم. هلا في كثير اشخاص اللي عم بيحضروا، وفي كثير ناس بعد لليوم عندهم فكره خاطئه عن اليوغا، في كثير لغط عن شو هو اليوغا. يا ريت فينا نعطي هيك لمحه سريعه شو اليوغا وليه هالقد مهم بيوميتنا. مزبوط. وفات قلت انت شيء كثير منيح، كثير مهم هلا انه ليه مهم هالقد بيوميتنا. لانه اليوغا منه اكزرسيس تعمليه مره بالشهر او منه سبور، مش انه صف سبور رايحين نعمل سبور. هو في بقلبه تمارين رياضيه، بس هو اكثر شامل، يعني بيشمل الجسم والعقل. هو نمط حياه كمان، يعني اليوغا اذا بدك فلسفه، وتحت هالفلسفه فيك تعالجي كل امور حياتك. أوكي. منها غذائيا، صحيا، عقليا، جسديا، كثير واسعه. وانا حابه بهالفقره القي الضوء على عدة أنحاء من اليوغا، يعني أمرار يمكن نعمل شوية اكزرسيسات، أمرار يمكن نعمل اكزرسيسات تنفس، أمرار يمكن نعمل اكزرسيسات للستريس للريلاكسيشن. اليوغا إجمالا بتساعد الإنسان يكون healthier body and mind، لأنه الإنسان منه بس جسم، يعني نحن معودين أنه نروح على الجيم تنبين شكلنا أقوى، عضلاتنا أكبر، abs shredded. هيدا الفيجوال إيمج اللي عنا إياها، أنه بدنا physical results، بدنا image results، أنه الجسم هو المهم. إيه بس هو الجسم مهم طبعا، لأنه لازم يكون صحي، بس ليكون الإنسان أسعد ما في بس يفكر بجسمه. كله interconnected، يعني عندك mental body، عندك spiritual body، عندك الايموشنال بودي، عندك الفيزيكال بودي، الوحده بتاثر على الثاني كثير. سو اذا بتلاقي مثلا حدا ستريسد اوت، اذا بتروحي على الجيم، لو قد ما بتروحي على الجيم يور ستيل غانا، حترجعي على البيت يمكن يو اوفر ايت مثلا. سو كله المشكله بعدها موجوده. المشكله بعدها موجوده، يعني اذا الانسان ما فات جواته وما عالج حاله من جوا، اتس هارد تو بيكم بيتر. هلا نحن كمان بلبنان فينا نقول انه عايشين ببيئه شوي صعبه، في كثير اجريسيفيتي على الطرقات، يعني حتى الواحد اذا ما عم بيتعاطى مع غير شخص بيقطع خلال النهار بيرجع على بيته تعبان. هون عم نحكي عن النفسيه اكيد. كيف اليوغا ممكن تحسن هالشيء؟ ليكي
يعني بالنهاية ما فينا نطلب من الأشخاص إنه يعني ما يروحوا على شغلهم وما يسوقوا وما يعلقوا بعجقة، يعني هول القصص مضطرين نقطع فيهم كل يوم. ما اكزاكتلي هي الفكرة، إنه اليوغا منا حتغير لك حياتك من برا، يعني ما حتغيري عائلتك ولا حتغيري ستريس حياتك ولا حتغيري شغلك، بس حتجيبي على حياتك شيء يعطيك نوع من الحصانة، نوع من المناعة، immunity towards the outer world. يعني أنا لما كنت سوق السيارة عن جد literally كنت انهار، يعني حس حالي واصلة على الشغل كتار من الناس بينهاروا. هلأ عن جد I promise you أنه I drive I'm comfortable، وحتى إذا في كتير كتير في عجقة. سمونا عم نحكي عن الشغل على الفكر، يعني إذا ما اشتغل إنسان من جواته كل شيء حواليه لو شو ما تغير ما حي ما حي ما حيتحسن. ما فيك تضلك عم بتفتشي على حلول بالأمور الخارجية، لأن الأمور الخارجية is in constant change. مزبوط. So شغلك حتى لو الشغل الأكبر شغل طمحتي له حصلت عليه، بكرة حتزهق منه ويصير بدك شيء تاني. So إذا ما لقينا حلول من جوا، حلول داخلية واللي هي اليوغا بتعطينا عبر النفس وعبر الاكزرسيس المونتال اللي بنعملهم، التمارين الذهنية اللي بنعملهم وتمارين جسديه، بتعطيك حلول من جوا داخليه، بتعطيك مثل ما قلنا حصانه مناعه على كل شيء عم بيصير حواليك. اذا الواحد بحياته مش عامل يوغا، هلا نحن بدنا نشجع ناس يعملوا يوغا، اذا الناس مش عامله يوغا كيف فيهم يبلشوا؟ في عمر معين بدهم ينتبهوا اذا عندهم حاله صحيه، ولا اليوغا لكل الاشخاص وكل الاعمار؟ يوغا إذا بدك يمكن هو الإكزرسيس الوحيد الإنسان في يعمله من هو عمره 5 سنين، ما بدي أقول قبل لأنه يمكن ما يستفيد كتير بعد ما عنده الوعي إناف لعمر 90 سنة. وإذا بتشوف اليوم وفات على السوشيال ميديا كتير بيروح فيرل فيديوز نسوان عمرها 95 وبالمية وبعضهم عم بيعملوا إكزرسيسات، لأنه اليوغا كجسد أول شيء كتمارين جسدية ما بتعمل إمباكت على الجوينت مثل الجيم ومثل الركض ومثل هالأمور، فبتخلي الإنسان يقدر يضلوا يمارس هالتمارين حتى لعمر طويل. وبتشتغل على صحة الإنسان كومبليتلي، يعني حتى اليوم كتير من البحوث مثلاً على السرطان عم بيكتشفوا إنه مرض السرطان عم يعني they're recommending لمرض السرطان اليوغا لأنه بقويلهم المناعة، بقويلهم صحتهم النفسية. حلو. عشان هيك انا لابسه زهر اليوم. يس اكيد شهر التوعية لسرطان الثدي. نحن breast cancer awareness month. I send a message to all the breast cancer patient and survivors. They're really fighters. وكتير عنا أفات عالم بيجوا على استوديو مرقوا بكانسر أو they now have it. عم بيخوضوا المعركة. وكتير ساعدهم اليوغا تيكونوا قوية وتيقويلهم المناعة، لأنه مثل ما بتعرفي لما يكون الإنسان عنده كانسر بتخف مناعته. مزبوط. سبيشلي إذا عم بياخذ ريدوكس بتقوي المناعة. So يعني قد ما أحكي عن اليوغا it will not be enough. Studies everywhere بكل العالم عم فرجوا اليوم قديش هي one of the most important exercises لأنه بتشتغل على العقل وبتشتغل على الجسم. ذكرتي شغلة هي اللايف ستايل أو نمط الحياة. مثل ما قلنا أنه ما فينا نغير الأوضاع اللي عايشين فيها، ولكن هيدا التغيير الصغير بنمط الحياة كيف بيصير؟ كيف ببلش؟ أول شيء بيبلش بقرار. إنه الواحد يأخذ قرار أنا أوكي في مشكلة أو ما في مشكلة أو أنا بدي أحسن. Do you want to become a healthier person body and mind؟ يعني بدك تشتغل على حالك كجسم كعقل كconsciousness كتصرفات مع الآخرين، لأن حتى اليوغا بترعى كيف تتصرفي مع الآخرين. فإذا بتبلش الشغلة بقرار أول شيء. وقت الإنسان بياخذ القرار there are so many tools، يعني اليوغا بتعطيك كتير tools تشتغلي على حالك، whether nutrition whether breathing exercises whether simple exercises. يعني في كل يوم تقوم تعمل تقعدي 5 دقائق تعمل simple breathing exercises تتنفسي simple physical exercises and this will give you immunity، بيعطيك مناعة لكل النهار. طيب شو أقولك نحن ننهي هالفقرة breathing exercise بلكي هيك بنعطي فكرة للمشاهدين كيف ممكن حتى هن يعملوها لحالهم. صح. مش ضروري دايما يكون في حدا guiding them. أوكي. وخاصة هلا واصلين على weekend so هيك some positivity نعطيها خلال هالفقرة. So حقاتي like a mindful exercise مش breathing exercise. Okay. بس هيك تي روقنا شوي. وبس الواحد يحس شو بيعمل النفس. Okay. Okay. So I'm gonna invite you to join me. Okay. Right. So خلينا نسكر عيوننا. سكر العيون. We close the eyes.
and بنصير بنركز على حيلا صوت ممكن نكون عم نسمعه. سو خلي حاسة السمع تروح من صوت لصوت تاني. We become aware of every single sound. منصير منقرب على الأصوات الأقرب إلنا. منقرب على الصوت الأقرب شيء إلنا. The closest sound, صوت النفس. We become aware of the fact that we are breathing. منركز على كل نفس، على كل انهال، على كل اكسهال. كل انهال، كل اكسهال. هلا بناخد تركيزنا على البلي، على السرة. منتخيل حالنا عم نتنفس from the belly، من السرة. Imagine the breath coming in and out of the belly. يطلع وبفوت من السرة. هلا بناخد الawareness على throat، على الحنجرة. منتخيل the breath coming in and out of the throat. And now we draw a tube, نرسم tube, like a line, من السرة للحنجرة. As we inhale, نتخيل النفس عم بيطلع بهالتيوب from the belly to the throat. And as we exhale, نتخيل النفس عم بينزل نزول. Hala, thank you very much. Namaste. Thank you. That was short, and inshallah, we're gonna get to know a lot of simple exercises أكيد. To enhance your life. لكن هلا رح ترفقنا بفقرة يوغا جمعة الجاي، نهار الجمعة الساعة 9 هلا رح ناخذ بريك ومنكفي بفقراتنا.